رأيت كأني في السعودية وشفت ماء في الشارع ورجل بيعوم فيه وبيسأل إيه ده؟ قالوا دي مياه سيول، وشفت فعلا ماء نازل من مكان مرتفع، وشفت 3 حيوانات كبار الحجم كأنهم ثعالب بس مش شبه الثعلب. آه طيب، هو طبعا كده بيبقى في حدث هيحصل فعلا في السعودية، وجود ال3 حيوانات فعلا هيظهر حاجات من المخلوقات اللي هي مش بشر طبعا، حاجات بقى الله أعلم من حشرات، من حيوانات، من طيور، في حاجات كده هتظهر في السعودية الفترة اللي جاية. الفترة اللي جاية هيظهر كائنات غريبة هتظهر فعلا في السعودية، والله أعلى وأعلم، بسبب حاجة عامة هتحصل في التربة، في أمر عام هيحصل في السعودية، حدث يخص الأرض أو التربة بتاعتها، بسببها هيظهر كائنات غريبة، هتظهر كائنات غريبة، والله أعلى وأعلم، رؤية عامة، والله أعلم.